كريم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود، ترنيمي وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود، من فيض القلب عرفان وحب، ترنيم جديد برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم ببرنامجكم ترنيمة وعود، وترنيمتنا لليوم اسمها يا إلهي أشكر فضلك، ترنيمة شكر زي ما لازم تكون كل ترنيمة في حياة المسيحي المختبر. فيها ترنيمة بقول يا رب أنا بشكر فضلك على كل شيء أنت بتعطيني إياه في حياتي، حتى لو كان أمراض، حتى لو كان ضيقات. أنا ما كنت متعود أشكر على المرض وعلى الضيقة لأنه معاناة في الحالتين، لكن بقيامة سيدي الممجد من بين الأموات وعانى كل المعاناة اللي عناها، بيجعل كل آلامي وكل ضيقاتي خفيفة بالمسيح يسوع، وبيجعلها بالعكس بركة في حياتي لأني عيني عليه، هو المبارك. وعلي المسيح بيشكر في كل حين، مش لأنه يعني بواجب أنه يشكر، تلقائيا بيشكر، بحس أنه لو ما شكر في شيء غلط، لأنه الرب غامر حياته بالبركات وغامر كل ظروفه بأنه إيده فوق، اليد العليا لي في كل هالظروف، والكلمة الأولى والأخيرة له، له كل المجد. كنت بتأمل في رسالة بولس الرسول لأهل فيلبي الإصحاح الرابع العدد السادس اللي بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلبتكم لدى الله. يعني لا تهتموا، مش الاهتمام انه ما تسألش وتكون غير مبالي، لا تهتم يعني ما تقلق كتير اذا الاشي مش في ارادتك، انت اعمل اللي عليك، وهناك من له الكلمة الاخيرة، من له القوة والقدرة انه يستلم كل ظروفك مهما كانت صعبة. ويمكن صعب اقول هيك لانسان بمر في تجربة او في مرض او في معاناة او ضيق من اي نوع، لكن جرب يا اخوي اختي معي اليوم انك تحط عينيك على المسيح. الرب قادر يتدخل في كل ظروفك. أنا ما ببيع شيء ما جربته أو ما بقول شيء عشان أعلن عنه، لكن أنا لقيت فيه الراحة. يمكن أنا بمر بظروف معينة صحية، ويمكن عندي ضيقات معينة، لكن أنا جربت في السنين اللي مضت إنه إذا عيني عليه وإذا قلبي مرفوع فيه هو، كل شيء بيهون معه وكل شيء بيسهل. بصلي يبارك حياتك، يتدخل في كل ظروفك في هالحلقة في هالترنيمة، تكون سبب بركة في حياة كل الموجودين معنا، واللي مش سامعينا كمان، اللي بيشوفونا بعدين يمكن على الانترنت. نفس الشيء صلاة إليك إذا عم تسمعني اليوم وعم تشوفني اليوم، رب يبارك حياتك ويستلم ظروفك ويتدخل في كل مرض وفي كل ضيقة، له كل المجد. يا إلهي أشكر فضلك. وترنيمة يا إلهي أشكر فضلك مكتوبة على مقام البياتي. البياتي مقام شرقي زي ما سبق وحكينا، بياتي من درجة الري أو الدي، دي إي هاف فلات أو ربع تون أو سيكا، مي سيكا، فا، سول، لا، سي ربع تون، سي سيكا، دو، ري، وفي الرجوع دو، ري، دو، سي بيمول، لا، سول، فا، مي، سيكا، ري. فالمقام مرة تانية، يمكن بعض الكتب بتقول إنه مقام البياتي بيتلعب في سي بيمول، وهذا شيء صحيح، لكن الاستعمال الأكثر له أنه سي تكون سيكا في الطلوع في المقام، وبيمول أو نص بنزول.
يا إلهي أشكر فضلك. إلهي أشكر فضلك على كل اللي بتعطيني، يا إلهي أشكر فضلك بركاتك بتغطيني، يا إلهي أشكر فضلك على كل اللي بتعطيني، يا إلهي أشكر فضلك بركاتك بتغطيني، وأنا إنسان محدود أعطيتني حب من دون حدود، وأنا إنسان محدود أعطيتني حب من دون حدود، كنت بعيد ما نسيتنيش أكيد، أرسلت ابنك الوحيد علشان تفديني علشان تفديني، يا إلهي أشكر فضلك أنا بشكر فضلك. أشكرك أشكرك على نعمة الأمراض، وعارف إنك فيها بتحقق أغراض، أشكرك أشكرك على نعمة الأمراض، عارف إنك فيها بتحقق أغراض، وعارف كله للخير مادام أنت بتختار، مهما عدو الخير بيشوش الأفكار، وعارف أمره في إيدك ما أنت عليه بتسود، وأنا إنسان محدود أعطتني حب من دون حدود، كنت بعيد ما نسيتنيش أكيد، أرسلت ابنك الوحيد علشان تفديني علشان تفديني، يا إلهي أشكر فضلك أنا بشكر فضلك. أشكرك أشكرك على نعمة الضيقات، بتقربنا منك وبتعطينا اختبارات، أشكرك أشكرك على نعمة الضيقات، بتقربنا منك وبتعطينا اختبارات، وعارف كله للخير مادام انت بتختار، مهما عدو الخير
بيشوش الأفكار وأنا عارف كله للخير مادام أنت بتختار. مهما عدو الخير بيشوش الأفكار وعارف أمره في إيدك ما أنت عليه بتسود. وأنا إنسان محدود أعطتني حب من دون حدود. كنت بعيد ما نسيتنيش أكيد أرسلت ابنك الوحيد علشان تفديني علشان تفديني. يا إلهي أشكر فضلك على كل اللي بتعطيني. يا إلهي أشكر فضلك بركاتك بتغطيني. يا إلهي أشكر فضلك على كل اللي بتعطيني. يا إلهي أشكر فضلك بركاتك بتغطيني. وأنا إنسان محدود أعطتني حب من دون حدود. كنت بعيد ما نسيتنيش أكيد أرسلت ابنك الوحيد علشان تفديني علشان تفديني. يا إلهي أشكر فضلك أنا بشكر فضلك. وزي ما سمعنا الترنيمة كانت على مقام البيات في معظمها. قبل ما أودعكم مع تقسيمة عود بحب أشجعك وأشجعك اليوم إنه مهما إبليس يقول لك على مرضك أو على ضيقتك اللي بتمر فيها قل له أنا في يسوع عارف إنها مؤقتة وعارف إنها محسوم وقتها، وأنا عيني على يسوع عارف حتعدي وحتمر كل الأمور في اسمه القدوس وأنا معاه وبصلي له وعيني عليه. بصلي دائما يكون معكم يبارك حياتكم ويقودكم دائما بنوره. سلام المسيح يكون معكم. Thank you.